طيب انا مش مصدق ان انا قاعد قدام حضرتك. يعني اسال انسه شهيره كنت لسه بقول لها، عبد الحليم حافظ الله يرحمه قيمه فنيه لن تعوض، قصدي ربنا يقومه لنا بالسلامه. الله يسلمك يا سيدي، عجبني قوي الكلام اللي انت بعته لي، يا ريت لو تكمل لي بقيه القصيده. قوي قوي طبعا. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود مفقود. أنا هكون صريح معاك بصراحة، الكلام مش قد كده. بتهزر طبعا. ما أنا مقدرش أغني كلام زي ده. لا ما تقولش كده عشان هتغنيه في الآخر وهيبقى شكلك وحش قوي قدامي. اسمعني، أنا عايز أغني حاجة حزينة. لا حزينة يا عبد الحليم، بص يا عبد الحليم من الآخر، أنا عايز أعمل لك كلام جديد، ألحان جديدة، شكل جديد، دعاية جديدة، فكك من الجو القديم اللي أنت عايش فيه ده. إذا كان كده أنا ما عنديش مانع، خلاص شوف أنت إيه الجديد وأنا معاك. أيوة سيب لي نفسك أنت بقى، أنا هظبط لك الليلة دي. ليه؟ لأني معايا 4 جيجا أغاني. نعم؟ قصدي في شوية أغاني أنا مسجلهم على الترانزستور بتاعي. سمعك انا. اسمع دي. انا لو احكي عليه انا هوصف ايه، وده كل ما فيه ولا في الاحلام. مدهش، كمل. يا سلام 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 يا سلام. مش تيبك دي؟ ها استنى اشوف لك انا. خد دي. يا ناري 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 يا ناري، ازاي اداري 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 اداري. بسرعة يا حليم، هو الفولدر ده كله قلش. بقول لك ايه، تاخد حاجة لنانسي؟ سيبوني، انا ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. طريقة الفنجان ايه وكوس الواوا ايه اللي عايزني انا اغنيهم؟ ده مجنون لازم. برضه ضهرك يا عندليب. يا رب يا رب سامحني يا رب يا رب، انا ما كنتش اعرف ان ابويا. يا رب والنبي سامحني يا رب. وبعدين يا رب، يعني حتى لو عارف ان ابويا، ما هو عيل قليل الادب لازم يتضرب، ما هو ماشي عاجز في نسوان الناس ودي امي. يا رب. خش يا مطهر، خش. انا عملت ايه بس؟ طب انا عايز اخش الحمام دلوقتي بقى. اخش فيه ازاي ده؟ خش يا مطهر، خش. تعتدي على اللي قاعدين الجرام. انا هعتدي عليه ليه بس؟ ده واحد مني 7 اغاني. شهير؟ بهير؟ بهير؟ شهير انت بتعمل ايه هنا؟ انا يا ابني اتربيت تربيه فاتك نص عمرك، مامي بقت خاتم في صباعي، انت مش فاهم. شهير مامي وهي صغيره جامده بس. انا مامي وهي صغيره قفلتني من مامي وهي كبيره اصلا. بقول لك ايه؟ تعرف حاجه عن الواد سمير؟ انا هنا اهو. ايه الصوت ده؟ انا هنا اهو. انت مين يا عم انت؟ انا سمير اخوك يا ابني. سمير انت اشتغلت سفرجي ولا ايه؟ انا مديت ايدي على ابويا يا شهير. تعال يا حبيبي تعال. يا عم انت، انا ماليش دعوه بالكلام ده، انتوا تخرجوني من هنا دلوقتي حالا. انا عندي فكره جامده قوي. اكيد مش هنحضن تاني يا ابني. تعال عشان ما حدش يسمعنا. صايع هبل. صايع هبل ازاي؟ ودي اتعملت في مليون فيلم عربي قديم قبل كده. يا ابني اي حاجه قديمه بالنسبه لك بالنسبه لهم جديده. لانك افتح يا حصول، انا عندي مقص مدهش. مدهش جدا. مدهش خالص. وش ابوك يا متهوفة؟ طب وبعدين؟ ده لو ابوكم متجوزش امهاتكم يبقى ملوش لازمة الجهاز اللي بتعمل ده. ما كل واحد فيكم طلع لابوه زي الخازوق وبوظ عليه الموضوع، وكل واحد فيكم برضه لازق جنب امه كأنها خطيبته. انتوا متخيلين الموضوع لو كمل على كده هيبقى عامل ازاي؟ ست الحبايب يا حبيبي.
هي أغلى من روح ودم يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي استغفر الله العظيم يا رب لازم تروحوا الحفلة وتخلوه يتعرف عليهم دي ما فيهاش هزار دي يعني يا دكتور هنعرفوا عليهم بالعافية أيوة طبعا لأن كل حاجة لازم تمشي زي ما حصلت في الماضي بالظبط لأن كل فعل هتعملوه هينعكس عليكم في المستقبل يعني مثلا يا سمير عربيتك اللي اتكسرت مش هتلاقيها في الألفينات خلاص بح شهير ها انتوا عمالين تتكلموا في مواضيع تافهة وفي مصيبة انتوا مش واخدين بالكم منها خير يا مال تسليم المشروع بكرة دكتور أيوة ايه ده مش عايزك تسيح دي حاجة بيني وبينك بقول لك ايه انت كنت لسه بتقول دلوقتي ان اي حاجه هتحصل لنا هتنعكس علينا في المستقبل تصحيح طيب نفترض مثلا يعني جدلا ان ابونا اتجوز واحده بس من الثلاث امهات ايه اللي هيحصل ساعتها يبقى الاثنين التانيين مش هيتولدوا مش هيتولدوا خالص ايوه عشان دول اخواتي ولازم اخاف عليهم وانت فاهم يا ابني انا بقى لي ساعه بشرح خلقتني ايوه قلت لك متاكد اكيد يا لهوي ايوه مش هيتولدوا مش هيتنيلوا اوكي طب امسك السبب هو هنا كمان شهير صديقي الصدوق منور الحفله منير عرفك باصحابي بهير وسمير اهلا وسهلا ايه ده انا شفتك قبل انت مش كنت في سور عنتره الثاني كان اسود صح الثاني اسود صح شهير عايزك تنبسطوا قوي ها عايزك بقول لك ايه سميره وشهيره وبهيره جم الحفله وانا رايح عايز اظبط او اعلق كل واحده فيهم يعني فانا محضر لاول واحده بهيره فخفخينه دي هقولها لها تمام التمام سميره بقى محضر لها قشطه دي هتمشي معاها الثالثه بقى لا شهيرة سيبها لي اسيبها لك ليه يا ابني انا عايز زي لا سيبها لي انا هظبطها لك اوكي منورين يا جماعه الحفله حفلتكم كاساتكم مزيكتكم ها امك دي امك تمام لا مش تمام امي بتعمل عليها حفله هناك يا جدعان انا اروح سعيدة يا جماعة سعيدة مبارك الله الله ده احنا بقينا عال قوي شهيرة اللي حكيت لك عنها يا بهير بهير صاحبي ازيك يا بهير ازي حضرتك يا طنط طنط ايه يا غبي انطر دلوقتي انطر I'm
سمير؟ بهيرة؟ أخيرا بقينا لوحدينا؟ لو قربت مني حرمي نفسي. حرمي نفسي معاك. ترمي نفسك فين؟ أنا كده مش هتولد. أنت عايزة مني إيه بالظبط؟ بهير أنا عايزاك تتجوزني دلوقتي حالا. لا لا مش هينفع، مش هينفع بهيرة اللي أنت بتقوليه ده. ليه ما ينفعش؟ أنا هكون أسعد إنسانة على وجه الأرض لو اتجوزت ملاك زي أيوه صح. بهيرة أنا مش هينفع أتجوزك لأني لأنك إيه؟ لأني مش بني آدم يا بهيرة. مش بني آدم؟ أيوه أنا ملاك. ملاك؟ ملاك؟ ملاك صح؟ أنا أول ما شفتك قلت كده، قلت مش معقول أبداً إن المخلوق ده يبقى بني آدم زينا. وعشان كده أنا في عذاب من ساعة ما عرفتك، لأني كنت أتمنى إن أنا وأنت، أستغفر الله العظيم يا رب، نتجوز ونعيش في تبات ونبات ونجيب صبيان ونجيب بنات اسمي هو اللي هياخدوه مني وبس. كفاية يا بهير كفاية. لكن دلوقتي أنا لا أملك غير إني أتمنى لك السعادة الأبدية مع الإنسان الوحيد في الوجود اللي يقدر يساعدك. ومين بيكون الإنسان ده؟ الإنسان ده هو منير الخطير. مش ناوية بقى تديني رقم تليفونك قبل ما دوخ؟ 3-4-5-11. رقم تليفونك مش رقم عربيتك. هو ده رقم تليفوني. 5 أرقام بس؟ اللي واخد عقلك ليك سكة معاه؟ تعال. ايه بقى يا ست الكل؟ بصراحة الواد حلو ومتريش، ولو شاور بس بصباع رجله نص بنات مصر هتجري وراه، ما بصلوش ليه انا بقى. يا ستي انا مش معترض، انا معترض على الطريقة. ما تجيش بالبجاحة دي يا سمير. بجاحة؟ انت مش فاهم حاجة. الفقر بعيد عنك بيخليك محوج للي يسوى واللي ما يسواش. يعني عندك مثلا النهاردة لما عرفت انهم هيمشوا فريد شوقي من الفيلم ويجيبوك، ما سلمتش على فريد وهو ماشي، ولزقت لك انت رغم اني كنت لسه سهرانة معاه اول امبارح. انا لولا صلة الرحم كنت دفنتك هنا يا سمير. ما تقفلهاش قوي كده. ايه ده كمان؟ يخرب بيت امي. يعني شوية تنازل عشان الواحدة توصل، سهرة مع مخرج، كاس مع ممثل، سفرية مع منتج. كفاية مش عايز اسمع، عايش ازاي انا بعد اللي بسمعه ده يا سمير؟ وتسمعه ليه؟ طبعا ما انت عديت بعد الفيلم اللي هتعمله ده وهتبقى نجمة قد الدنيا. يا ستي وان شاء الله انت كمان تبقي نجمة قد الدنيا ونعمل حاجة مع بعض. نعمل حاجة مع بعض؟ ايا العوبين عندي ولا بيتك فاضي؟ انت ايه؟ مفيش في دماغك غير الحاجات دي؟ اسمعيني يا سمير، انا هوعدك ان منير يبقى من نصيبك، قصاد انك توعديني تخف اللعب شويه. موسم العرب داخل وما يرضكيش ابنك يطلع بيتكلم خليجي. ده بعد ما انت نزلت على طول العندليب بعد جبليغ حمدي والموجي وقفل على نفسه. ما هو عجبته كذا قصيده على فكره بدل اللي كنت مديهم له، بس هو عمل النمره دي عشان اختلفنا على الاجر. طبعا لازم تعجبه، ده انت موهوب جدا وانا معجبه جدا باشعارك. وهتندهش يا شهيره لما تعرفي مين اللي كتب القصيده دي. مين؟ منير. انا؟ ايوه منير اللي كاتبها، انا مساعده في شويه حاجات بسيطه جدا. حقيقي؟ طب ممكن تقولي اي حاجه انت مؤلفها؟ اصلي معجبه جدا باسلوبك في الشعر. ما اقول ايه؟ ما تقولها يا منير القصيده بتاعت كل مره. يا ابني اول مره اشوفها دلوقتي. لا القصيده اللي اسمها كل مره. القصيده اللي اسمها كل طب طبعا مكرة؟ طبعا مؤلفها هتعجبك. يعني هي بتقول كل مره. كل مره بشوفك فيها. بشوفك فيها. ببقى نفسي ايه؟ اجي لك اقول لك ان كلك على بعضك عندي بالحياه. طب ايه؟ طب ايه؟ بهير تعالى معايا. سيبني والنبي يا سمير 5 دقايق. يا ابني في مشكله كبيره. يلا فيها يا سمير. ما تنطق. شهير واخد ابوك يظبطه مع امه ونزل شتيمه في امي وامك. ايه؟ مش كده وبس، ده انا سامع بوداني دول بيقول ان امك باين عندها شقه في زايد 2000، مؤاخذه يعني فتحها للتجار. احلف انه قال كده على مامي. وشرف امي قال كده يا بهير. ده لايق ملوق، عايز يتولد هو لوحده ونفضل انا وانت محبوسين هنا. اخصى عليك يا شهير، هو انا اللي كنت بعتبرك اخويا؟ انت طلعت اخويا اكتر منه. عشان الكلمه دي بقى انا مش هسيب امه. هتعمل ايه؟ هنتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا. معايا نطير شهيره؟ معاك نطير شهيره. جاهز؟ صحيح يا سمير الواد شهير ده مش ناوي يسيبه من البت اللي اسمها شهيره؟ اشمعنى يا بهير؟ ده بيقولوا عندها انفلونزا الخنازير. خنازير ايه؟ الخنازير دي جديده، شوف مرض دلوقتي. صحيح يا سمير الواد شهير ده مش ناوي يسيبه من البت اللي اسمها شهيره؟ اشمعنى يا بهير؟ ده بيقولوا عندها الطاعون. طاعون ايه يا ابني اللي دلوقتي؟ الطاعون ده من ايام الحمله الفرنسيه، شوف مرض جديد شويه وخلصني يلا.
صحيح يا سمير الواد شهير ده مش ناوي يسيبه من البيت اللي اسمها شهيرة؟ اشمعنى يا بهير؟ ده بيقولوا عندها الصفرة. يا ساتر يا رب. ده مش بعيد تعديه. ومش بعيد كمان تعدي منير الخطير. منير؟ ايه ده انت سامعني؟ مش ممكن. خلاص استخرجته على الصفرة؟ جواب نهائي. طبعا هتصرف. صحيح يا سمير. ايه خلاص مش يلا يا جماعه نكمل حفلتنا عادي جدا ولا اكن في حاجه. احنا متاسفين ليكم. اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه. يلا يلا كاساتنا ومزيكتنا ويلا هنعيش بقى. اتفضلوا ولا كان في حاجه. اتفضلوا يا جماعه. تعال معايا. عايزك. عايز مني يا سمير؟ بقول لك يا سمير انا امي خلاص راحت، يعني انا قاعد في السبعينات هنا بقيت عمري. سيبني بقى يا اخي اخد على الجو اللي عايش فيه. يا ابني في عوق بيتعمل من ورا ظهرك. تعال معايا انا هرسيك. تعال هرسيك. بهير اللي عمل كده؟ او شرف امي بهير هو اللي عمل كده. بس اطمن انا مش هسيبه. معايا انت بهيره؟ معاك نطير ابوها. ايه اللي ساعتك؟ ايه اللي ساعتك؟ لا يا ابني تعالى انا هفهمك هفهمك. تعالى سامع اهووووس وقفت المزيكه دي بقى واطلبي البوليس. انت فين يا منير بيه؟ ده يا شهير انت سكران ولا ايه؟ لا انا مش سكران، انا ساعتي اتسرقت. مش معقول خالص اللي انت بتقوله ده. انا ضيوفي كلهم ناس محترمين. لا معقول يا منير بيه، وانا بنفسي عارف مين اللي سرقتها وحطيتها في شنطتها. انا مش حراميه يا بهير. يلا يا جماعه عادي جدا ولا كان في حاجه حصلت قدامنا قبل كده. يلا معلش احنا اسفين جدا، الحفله ابتدت تنشف شويه بس مفيش اي مشاكل. اتفضل يلا كاسنا ومزيكتنا بقى نلحق نحتفل بقى قبل ما نطلع تاني. يلا شهير وبهير هتوحشوني قوي، وشهيره وبهيره كمان هيوحشوني قوي قوي قوي. مع ان انت بقى يا سمير مش هتوحشنا خالص لان احنا قاعدين مع بعض. ليه بقى؟ عشان الورقه دي. ده ايه الورقه دي؟ دي يا سيدي عقد جواز عرفي. انا جوزت ام عرفي من ربع ساعه يا سمير. حصل وانا شهدت على العقد. امك رخيصه قوي يا سمير، ما خدتش في ايدي خمس دقايق وكانت مطيعه. الله الله امسك اعصابك. والله يا عاد وانا اللي كنت بقول لكم ظبطوها رحت نيلتوها زياده. اهي الزنقه اللي انتوا فيها دي فكرتني بواحد بلدياتنا اتزنق في قرشين اتفعص. ايه احنا مش هنخلص. ايه والنبي ما تقول نكت لحد ما نرجع للالفينات. انا مش فاهم يا سمير انت بتتكلم ليه وانت السبب في كل اللي احنا فيه ده. اهو بابي حلق للتلاته. خلينا بقى قاعدين في الزمن الاخبر ده لما هيفوتنا كاس العالم. نعم يا اخويا. هو مش السبت ده راح يتجوز امي عشان يقفل السكه على ابويا؟ سمير من فضلك لما تتكلم معايا بعد كده تتكلم باسلوب احسن من كده. ما تنساش ان انا جوز مامتك، ويا ريت بعد كده تقول لي انكل. ولا انت هتطلقها؟ يعني هتطلقها؟ ارمي اليمين دلوقتي حالا. مش هطلقها يا سمير، بحبها يا اخي بحبها. بدل ما تتخانقوا مع بعض كده وعاملين فيها الاخوه الاعداء، فكروا في حاله صلاح وبيلي بوظتوه، وترجعوا ابوكم لامهاتكم، وعبال ما ترجعوا لبعض اكون انا خلصت المشروع واقدر ارجعكم تاني. عيال هم. المرة دي مش تهريج يا راجل. اي حد فينا هيقل هتتربق فوقنا فوقنا احنا الثلاثه. ايوه صح، دكتور بصير قال اللي هيعيل مش هيركبه معانا الجهاز حتى لو باباه ومامته اتجوزوا. المهم دلوقتي ازاي هنقنعه يتجوز ثلاثه في يوم واحد؟ ما هو عملها قبل كده يا شهير. عملها قبل كده ازاي؟ يعني احنا لسه لينا اخوات تانيين؟ طبعا ولا كانك سمعت حاجه. طبعا. عندك فكره هنعمل ايه؟ قبل اي حاجه يا معلم تطلق امي. سمير هو انت فاكر ان انا متجوز امك بجد؟ دي ورا اي كلام يا معلم، انا معيش بطاقه اصلا. ايوه بس هي فاكره انك متجوزها. يعني سوري امك محتاجه الورق. طيب يبقى قبل اي حاجه برضو كل واحد فيكم يحلف انه مش هيبيع. والله العظيم ما هبيع. والله العظيم ما هبيع. وشرف امي ما هبيع. ولا والله العظيم ما هبيع. منير. ما قلتليش يعني مبروك على جوازة امبارح. اوعى تكون فاكرني متغاظ بقى انك خطفت مني سميرة سمير امبارح بقى والجو ده. لا 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 لا، انت عارف اساسا ان انا سميرة سمير دي ما تهمنيش. وبعدين احنا بنتكلم في ايه؟ اكيد انا اصيع منك. يعني بنتكلم في ايه؟ يا عم اصيع مين بقى؟ ايه رايك يا منير ان انا زي ما خطفت منك سميرة سمير امبارح اقدر اخطف منك اي واحدة تختارها انت بنفسك؟ انا بنفسي اراهنك. اتفضل. بهيرة 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 بهيرة
وفي خلال اسبوع هكون متجوزه. ايه رايك بقى؟ طب ايه رايك بقى ان انا هتجوزها النهارده بالليل؟ ايه رايك ان انا هتجوزها دلوقتي حالا؟ بهيرة، بهيرة فزعتني. انت جيت هنا ازاي؟ وايه اللبس الغريب اللي انت لابسه ده؟ سوري، جايلك بلبس الشغل، ما لحقتش اغير. بهيرة، انا جاي اودعك، دي هتبقى اخر مرة نشوف بعض فيها. لا يا بهيرة، اتوصل اليك ما تسيبنيش. للاسف يا بهيرة، احنا اتكتب علينا التعاسة الابدية من اجل اسعاد الاخرين. خلص بقى، ده انت اوفر انت وامك. اسمعيني يا بهيرة كويس عشان ما فيش وقت. انا دلوقتي هطلع فوق، فوق خالص. منير الخطير جاي في السكة وهيطلب ايدك. اقبلي، ابوس ايدك يا بهيرة، اقبلي. ايوه لكن مفيش لكن. بهيرة قول لبهبوري ايه؟ بهيرة قول لبهبوري. بهير، بهير، الوداع يا بهير. سلام يا شهير. يلا يا مغنى قبل ما ينزل. يلا مش راضي هتفتح يا منير. يا عم اقعد. مبروك الرهان يا عم، مبروك. والله العظيم يا بهير دبانه وقفت على وش. الف مبروك لما كملت. ميرسي يا شهير. عقبال طنط شهيره وطنط سميره. يلا يا جدعان بسرعه، انا امي مستنيها في الشارع، ودي لو اتاخرنا عليها ممكن تشقط عادي. يلا العينب خدنا العينب، العينب خدنا العينب. يطلع في شتاء ويطلع في صيف، يطلع في شتاء ويطلع في صيف، يطلع في شتاء ويطلع في صيف، يطلع في شتاء ويطلع في صيف. يا حبيبي يا حبيبي.